منى مصطفى خبير اسواق المال، اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لنا ان احنا نبتدي عمليه التحليل بعد الاطلاع على هذا التقرير اللي بيوضح حاله البورصه. اوكي، الى التقرير. على تباين أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية وسط ترقب لاستقبال أولى طروحات الشركات الحكومية بالبورصة. كنا متخوفين ان احنا نكسر نقطه ال 15000، وهي بتعتبر نقطه دعم قويه، الا ان المؤشر قبل ما يوصل لها عند 15037 عمل ارتداده تاني للاسعار. الانخفاض اصلا اساسه اول حاجه ما فيش محفزات في البورصه المصريه في الفتره الحاليه، بالرغم من اعلان عن اطروحات 5 شركات، الا انها قالوا ان هي في اخر السنه، وبالتالي هي ما فيش محفزات في الفتره الحاليه. حاجه تانيه هي بعض العوامل الخارجيه زي المناوشات اللي ما بين امريكا وبين شرق آسيا. أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على ارتفاع طفيف بنسبة 9% لينهي الأسبوع عند مستوى 15199 نقطة، كما أنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.8%. مستثمر طويل الاجل دايما احنا بنقول له لما تشتري في سهم، اشتري في سهم يكون ذو ملاءة مالية او فاندمنت، يعني التحليل المالي بتاعه بيعتبر قوي، علشان ده انت هتقعد معاه فترة طويلة، وبالتالي يكون اصوله قوية واستثماراته قوية. واحنا بنتكلم معاه ان احنا ان شاء الله مش عايزين نكسر نقطة ال 15000، والتارجت بتاعنا الارتفاع ان شاء الله 15500. اما المستثمر قصير الاجل فاحنا طبعا لما يجي يشتري في سهم بلاش اسهم المضاربات اللي فيها مخاوف. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه من قيمته بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.1 مليار جنيه. صعود الثلاثيني إذن هو أهم ما يميز أداء السوق في ختام تداولات الأسبوع، حتى ولو كان الصعود طفيفا، ما يؤشر على قدرته في الفترة المقبلة. من البورصة المصرية، محمود العزيز لبرنامج مؤشر النيل. اهلا بكم مشاهدينا مجددا، اسمحوا لنا ان احنا نبدا عمليه التحليل والتوضيح مع ضيفتي وضيفتكم الاستاذه منى مصطفى خبير اسواق المال. استاذه منى، وضعيه البورصه ايه خلال هذا الاسبوع؟ النهارده حاله تباين، كانت انخفاض في منتصف الجلسه ثم على مره اخرى الى الارتفاع، لكنه ارتفاع طفيف كما ذكرنا. تمام، لو بصينا على المؤشرات من بدايه موجه التصحيح او من فتره، ممكن احنا كمان نتكلم من منتصف الشهر الماضي، احنا بنشهد موجه تصحيح وموجه تصحيح قويه. احنا دلوقتي بدانا ان احنا ندخل في اراوند 3000 نقطه او اكتر كمان، لان احنا النهارده يعتبر قربنا من مستويات ال 15000 فلات، وبدانا ان احنا نرد تاني او يحصل ارتداد تاني في الاسعار. ولكن النهارده الجلسه الى حد ما ليها طبيعه خاصه شويه على طريقه التداول او طريقه الفلكتويشن بتاعت الاسعار. زي ما حضرتك قلتي، احنا اوريدي بدانا على جلسه الى حد ما يسود عليها الاداء السلبي، بدانا ان احنا نجرب تاني على مناطق الدعوم سواء على الاسهم او على المؤشرات، وبدا المؤشر الرئيسي منفرد او الاي جي اكس 30 هو اللي بدا يرتد. وده اللي كان بياكد لنا الفكره الماضيه ان احنا واتيفر اسم الموجه اللي احنا فيها ايه، او مش هنبدا ندي مسميات فنيه كبيره يعني، ولكن اعتقد ان احنا في مناطق تكوين قاع على المؤشر الرئيسي وبعض الاسهم القياديه. وان كان قاع الى حد ما احنا بنعتبر ان هو قاع قصير الاجل، لسه محتاجين ان احنا نعدي مستويات او نتجاوز ونسبه فوق مستويات سعريه اعلى بكتير كمان من مستويات ال 16400 عشان نبدا ان احنا نقول احنا خلصنا الكوركشن بتاعنا. ولكن لحد دلوقتي الاداء الايجابي ان احنا ما حولناش الاتجاه بتاعنا لهابط متوسط الاجل، وده اللي احنا كنا متخوفين منه مع نهايه جلسه النهارده. ولكن برغم من الايجابيه دي احنا عندنا نقطتين ضعف. اول نقطه حكايه السيوله او نسبه ضخ السيوله اللي في السوق اللي بتعتمد او اللي احنا النهارده بدانا نشوفها هي بتقرب تاني من المليار، ولكن لو بدانا ان احنا ناخد الموضوع بشكل دقيق وقسمناها نلاقي ان مثلا عندنا 4 اسهم هم اللي كانوا مستحوذين على نصف السيوله
نتيجة للصفقات اللي كانت تحصل خلال الجلسة، وبدأت ان هي تحتسب من الفوليوم بشكل عام. ولكن برضو هيطلع فريق يقول لك ان whatever الصفقة دي نتيجتها ايه، ولكن هو محتسب من ضمن الفوليوم، ولكن وبالتالي هو محتسب على الاتجاه الشرائي للسوق. اعتقد ان دي ممكن ان احنا ناخدها بعين الاعتبار ان هي مش بتعزز من الاسترينث بتاع الارتداد. تاني حاجه ان احنا كان عندنا مستوى هام جدا عند ال 15240، دي كانت الى حد ما نقطه قويه بالنسبه لنا او نقطه مهمه بالنسبه لنا على ال 30، كنا لازم نحافظ عليها. ممكن ان احنا عملنا لها بريك النهارده، ولكن كون ان احنا ما قفلناش فوقيها ده بيديني انديكيت ان الارتداده الجايه ممكن تكون لحد ما ممكن ناخد وقت او يعني تستهلك وقتك شويه بفتره تجميعيه او بفتره عرضيه شويه. صحيح الارتداده الجايه احنا بنامل ان هي تكون ارتداده ملحوظه وقويه على المؤشر، خاصه ال 30 ال 70 لسه شويه في ضعف او لسه ما ظهرش فيه مشتري زي ما بنقول كده مغامر يقدر ان هو ياخد الاسهم يرد بيها تاني لفوق مستويات المقاومه. اعتقد ان ده نتيجه لان في بعض اللغط الدائر حوالين كتير من الاسهم، بعض التقييمات اللي بتطلب لحد دلوقتي من الشركات. ولكن احنا النهارده في بعض الشركات الصغيره اللي بدات اوريدي ترتد او بدات ان هي يظهر فيها مشتري. نامل ان ده يبدا ان هو يكمل معانا تباعا خلال الجلسات الجايه عشان نبدا ان احنا يظهر لنا بعض الاشارات الايجابيه على المؤشر. وبالتالي نرجع للنقطه الرئيسيه، المؤشر الثيرتي اعتقد ان هو داخل على ارتداده ممكن تكون ارتداده بالنسبه لنا مربحه على اداء الاسهم. كتير من الاسهم قياديه خاصه في القطاع العقاري، ويمكن السي اي بي بدا يشارك شويه بيظهر فيها مشتري بقوه. مستنيين شويه قطاع الخدمات الماليه وقطاع الاتصالات ممكن يكون بقياده جلوبال تيليكوم، لان كان جلوبال تيليكوم متماسك بشكل واضح خلال جلسه النهارده او خلال على مدار الاسبوع بشكل عام. فبالتالي ممكن ان احنا مستنيين مشاركه اكتر من الاسهم القياديه ويكون في تنوع اكتر من القطاعات عشان نبدا ان احنا نقول ان الارتداد هتبدا تتتابع ويكون فيها قوه تاخدنا لمستويات اعلى. في حاله من حالات عدم الرضا ما بين بعض العاملين في سوق المال على اداء البورصه المصريه كاداره، من وجهه نظرك ده ايه؟ بتفسريه ازاي وشايفه ازاي برضو كاحد العاملين في سوق المال؟ بصي يعني هو على عقود مختلفة وعلى رؤساء للبورصة مختلفين. يعني احنا كنا بنأمل بشكل او باخر ان مجلس ادارة البورصة الحالي، لانه جاي كله يعتبر من العاملين في اسواق المال، كان ليهم خلفيات قوية ونجاحات كبيرة مع كيانات اخرى ومع شركات تانية، كنا بنأمل ان هم يبدأوا فعلا ياخدوا الموضوع اندبس، يعني يبدأوا ان هم يتعمقوا فعلا في المشكلات وياخدوا آراء المتعاملين أو العاملين كمان بشكل أقوى من كده. ولكن الملاحظ برضو إن يعتبر في سيستم أو أجندة معينة هو موضوعنا فيما يفعلون زي ما بيقولوا، وبالتالي ده إلى حد ما مش لاقي قبول كويس. أو مش لاقي قبول في إيه؟ يعني إيه هي النقاط اللي بتؤخذها على إدارة البورصة بصراحة؟ بصي احنا عندنا لحد دلوقتي مشكلة رئيسية في إن ما بيكونش فيه شفافية بشكل كبير او تفسير للاخبار بشكل كبير، يبدا ان هو ينفي الجهاله بالنسبه للمستثمرين. اخر حاجه زي بتاعه القلعه، البورصه اتدخلت في اخر وقت، هي كانت خناقه زي ما بنقول ما بين الهيئه وشركه القلعه. البورصه اتدخلت في اخر وقت وقالت يا جماعه يعني ايه، كل واحد يوضح موقفه من البيانات اللي عماله تطلع. مين كل واحد؟ سواء الهيئه او شركه القلعه، لان هم كانوا عمالين يردوا ببعض على بعض. هي البورصه فين كاداره في النص في الخناقه دي؟ ما هي دي بقى المشكله الرئيسيه، ان البورصه عندنا بتاخد بتقول لهم انا بدير سيستم، وده الفكره اللي احنا عايزين نبدا ان احنا نتراجع عنها. بس اللي بيدير سيستم حتى عليه ان يلم بكل النقاط اللي بيديرها. ما هي بدات تتدخل في نهايه الموقف. تمام، وده اللي احنا دايما بنقوله ان المفروض التدخل بيكون في بدايته مش في نهايته. لان حاجه زي القلعه كمثال، احنا عندنا مشكله دايما بتحصل عن في اداره الازمه بشكل او باخر. مش بنقول ان القلعه كازمه، ولكن كفكره عامه، ان احنا بنسيب الامور على مطلقها وبنبدا ان احنا يكون في تضارب في الاخبار وتضارب في القرارات، وبالتالي ما بنوضحش اذا كان القرار ده سلبي او ايجابي او نهايته ايه، سواء بقى سلبيا او ايجابيا. وبالتالي المستثمر يقدر ياخد عليه او يبني عليه قراره الاستثماري سواء بالبيع او بالشراء او بالهولدنج، وكل مستثمر هيكون له استراتيجيته الخاصه.
وده اللي احنا بنعانيه، ان لحد دلوقتي البورصه ما بتطلعش تقول لنا بيان كافي واضح شافي بطريقه مبسطه للمتعاملين يبداوا ان هم يفهموا منه ايه حجم الخبر وايه تاثيره الفعلي على التداول او على السوق بشكل عام. ده بقى ممكن يكون مختص بسهم معين زي اللي احنا شفناه، مختص بخبر جلوبالي زي مثلا الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين، ممكن يكون في بيان من البورصه يطلع يقول يا جماعه ايه الحرب التجاريه، ابعادها ايه، تاثيرها علينا ايه السوق عندنا، طب تاثيرها ده هيكون ليه، لان احنا عندنا مثلا نسبه المحافظ الاجنبيه قد كده، لا احنا عندنا علاقات ما بين التجاريه ما بين الدول قد كده، وبالتالي ده هيكون عندنا تاثيرته، طب الشركات المقيده هتتاثر ولا لا وهكذا. دي نقطه من النقاط اللي احنا الى حد ما محتاجين ان احنا نشوف فيها تطوير زي ما بيقول. المعتقدين ده بيدخل في نطاق التحليل الاقتصادي مش في نطاق مسؤوليتهم. لا ده بقى الفكره، ان هم بيقولوا احنا بندير سيستم، اداره السيستم برضو في حاجات بتتداخل. جزء من مسؤوليات اداره السيستم بالظبط، ما هو ده الحاجات اللي بتتداخل في ان هي بتعيق اداره السيستم بتاعك، لان لو انت بتدير سيستم تداول الاسعار فانت الفولاتايل اللي بتحصل على الاسعار دي برضو لازم ان انت تحكمها، زي ما بتطلع تعمل حدود سعريه وبتطلع تطلب قيم عادله وبتطلع تقول السهم الفلاني بيطلع ليه، في ايه الاخبار اللي عنده، او لو في مشروعات يبدا ان هو يقولها لنا لازم تطلع تقول توضح الاخبار اللي ممكن هي تاثر بشكل او باخر على حركه الاسهم. اكيد. تعالي نروح لواحد من التصريحات اللي قالها احمد كوجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه، قال ان الوزاره نجحت في تحقيق المستهدفات الماليه بشكل كبير، منها خفض معدلات الدين كان نسبة من الناتج المحلي بالرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية كلنا عارفينها غير متوقعة عند أدنى. انت شايف ازاي الموازنة العامة وأي مدى نجحت الحكومة في أنها فعلا تصلح مسار الاقتصاد حتى الآن أو تسير في مسار إصلاح الاقتصاد؟ باي بوك هي ناجحة جدا. باي بوك أنا عجبني لأنك كده. المؤشرات بتثبت يعني قطعا أن خطة الإصلاح الاقتصادي بتثير يعني على قدم وساق بالورقة والقلم، وعلى الورقة قدامنا واحد وواحد يساوي اتنين، إحنا ماشيين صح بالظبط كده سليم. ده كويس جدا. يعني معنى كده ان احنا مع نهايه كل عام مالي بيطلع لنا المؤشرات الاقتصاديه زي الفل، وبتدينا المفروض نتائج ان هي تكون منعكسه على الاقتصاد بشكل قوي جدا. بس على دارس اقتصاد عارف ان الورقه والقلم حاجه، الناحيه الثانيه بقى حاجه تانية. الناحيه الثانيه بقى انت المؤشرات الاقتصاديه بتاعتك بتقيسيها بمقياس ايه، او كانت ايه وبدات تتحسن بايه. عندك التحسن اللي انت عندك اللي ظاهر او بيطلع لك في المؤشرات الاقتصاديه بتاعتك هي مبني على ايه؟ فعلا مبني على تشغيل اقتصادي وتدوير فلوس ونمو اقتصادي حقيقي من انتاج وصناعه ومنتج محلي بالظبط ولا انت عندك نمو عشان عندك مشاريع عملاقه بتعملها الى حد ما مش هتعود على المواطن دلوقتي باي فايده، ولا عندك نمو عشان انت قافل شويه الاستيراد فعندك التصدير زاد فانت الميزان التجاري بتاعك بدا يتحسن، الكاش فلو بتاعك بدا يكون كويس عشان عندك نسب استدانه عاليه واصدار سندات مرعبه وعندك دين خارجي بيتضخم ودين داخلي بيتضخم. طيب ما المؤشرات كويسه، بس المؤشرات هتفضل كويسه لحد امتى؟ لان انت للاسف لحد دلوقتي انت بتعتمد على المسكنات ما بتعتمدش على الحل الجذري، واللي هو في اي دوله عايزه ان انت تبداي تنمو او تبداي تحققي طفره اقتصاديه وطفره تنمويه لازم ان انت تهتم بالقطاع الصناعي والزراعي عندك. احنا للاسف ده متناسينه تماما، بنبدا ان احنا يعني حتى فكره الطروحات اللي احنا يعني اتكلمنا فيها وقلبنا وجعنا زي ما بيقولوا، احنا مش قادرين ناخد فيها خطوه مع انها هتشيل عبء كبير من على كاهل الحكومه. وكان في حديث عن ان في طروحات نازله الحقيقه. لحد لما نشوف ان هي هتنزل نبقى نتكلم. لان احنا بنتكلم بقالنا سنتين ونص او ثلاث سنين ان شاء الله بكره هيتم الطرح. فبالتالي هيكون معانا الموازنه بدات ان هي يكون فيها تحسن لان انت شلت الدعم وبتبدا ان انت تاخد خطوات جاده في برنامج الاصلاح بتاعك اللي انت شغاله عليه وملتزم بيه بشكل كبير، ولكن الانعكاس ده على الشارع والانعكاس ده على الاقتصاد مش كويس. وهينتهي امتى الناس بدات تتكلم؟ طب يا جماعه اوكي احنا ممكن نستحمل الضغوط الماليه او العقبات اللي احنا لازم نستحملها كمواطنين مصريين ولازم نتحمل يعني من ضمن واجبنا البلد يعني. طيب الكلام ده هينتهي امتى؟ بعد 4 بعد 5 سنين بعد 6 سنين؟
طب اما ينتهي الحال هيتحسن ولا لا؟ ده بدا الكلام ان هو يتقال. لو بدانا ان احنا نمشي على نفس النهج ده ما اعتقدش، لان كمؤشرات اقتصاديه وكاداء حكومي هيكون مبهر، كانعكاس على حياه المواطن والاقتصاد ما اعتقدش ان هو هيتحسن باي شكل من الاشكال لو ما فعلا ما بداناش ناخد بالنا من الموضوع ده. ولا كمؤشرات اقتصاديه ونظره خارجيه للدوله، اعتقد ان احنا بدانا ندخل في مرحله استابيليتي عاليه، بدا يكون في منافسه اوريدي للاسواق الخارجيه او للبلدان الخارجيه. فحاجه تانية، بما ان البورصه مرآه اقتصاد وانت اقتصادك زي ما بتقول مؤشراتنا كويسه وارقامنا كويسه واقتصاد بينمو وكذا، طب البورصه ليه مش شايفه ده؟ ليه راس المال اللي جاي يستثمر عندك في اسرع وسيله استثمار وزي ما بنقول كده التمرومتر الاقتصاد ليه مش قادر ان هو يشوف التحسن بتاعك؟ اذا في مشكله عندك. المشكله فين؟ زي ما قلت ان احنا مش بناخد اداء تنموي او بنحاول ان احنا نرفع نمو حقيقي. احنا ما عندناش مصانع جديده بتتفتح، احنا ما عندناش اعاده لهيكله مصانع اوريدي موجوده، ما عندناش بنحاول ان احنا نرفع التنافسيه في رد التجارية. في الجزئيه دي هيقول لك ان في فعلا مشاريع بتتعمل وامامها وقت علشان تنتهي، ومفيش حاجه بتتعمل ما بين يوم وليله. طيب انا بس هنتكلم في نقطه واحده. هي دلوقتي زي ما يقال مصر بتعوم على ابار غاز طبيعي. نعم. بنغلي الغاز ليه على الناس؟ كهرباء، فتحنا اكبر 3 محطات كهرباء وتوليد كهرباء في العالم. طب بنرفع الكهرباء ليه وبنشيل الدعم من عنها؟ طيب ما هو ده مش بيكون على المواطن، ده على المصانع وعلى المستثمرين وده على الكل، وده اللي بالتالي بيأثر معايا على الانتاج بشكل عام. هي سياسه اقتصاديه، احنا علينا نصبر ونشوف هي ماشيه لفين وتحكم بالنتائج القادمه. إدارة البورصة المصرية أعلنت أنها بتسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال السنة. القرار ده فايدته إيه بالنسبة للسوق وللشركات وحماية الأسهم؟ بصي، هي دي من القواعد المنظمة اللي البورصة بتاخدها خلال الفترة اللي فاتت، يعني كان في كذا كذا قرار طالع بنفس الصيغة أو على نفس الشاكلة. أعتقد أن الأساس منه هو زي ما بنقول كده، احنا البورصه بتحاول ان هي تخلي السوق بتاعنا يعني فيش ماركت اكتر، ممكن يزود لي الفري فلوتنج بتاع الورقه، بتسمح للاسهم اللي سعرها كبير ان هي تبدا ان هي لحد ما تقلل السعر بتاعها، وبالتالي تزيد المستثمر او تجذب شريحه اكبر من المستثمر، وده هيساعد الشركه ان هي يكون عندها يعني زيادة رأس مال أقوى، وبالتالي تستخدمها في إنتاج، تستخدمها في ميزانيات بالنسبة لها تبدأ تطلع إن هي كويسة، وبالتالي ده بشكل عام هيأثر على السوق بشكل إيجابي إلى حد ما، ولكن ما أعتقدش إن هو هيكون الإيجابي القوي، ولكن هيكون بيتدارج أو بيبدأ إن هو السوق يستوعبه واحدة واحدة، ولكن كخطوة إيجابية خطوة إيجابية طبعا لمستقبل الشركة. في عجالة لأن الوقت خلاص، الحرب التجارية ما بين بكين وواشنطن على أشدها ومأثرة على أسواق المال، تأثيراتها على سوق المال المصري من وجهة نظرك هتكون إيه؟ بصي، هو أكيد مأثرة على كل الستوك ماركت بره، تمام، أو يعني كل أسهم أو أسواق الأسهم عالميا، ولكن احنا عندنا مشكله هنا او الاسواق العربيه بشكل عام، ان احنا عندنا نسب او كدول ناشئه اغلبنا عندنا نسب الاستثمار في السوق الاسهم اقوى بكتير من الاسواق اللي بره، وبالتالي لما يجي عندي مشكله في اي دوله بتحصل المستثمر بيبدا ان هو يسحب او يبدا ان هو يسيل فلوسه، لا اما بيغطي مركز عنده، لا اما هو متخوف بشكل او باخر من اداء اقتصاد عالمي او من قيام حرب بقى على اقتصاديه او عسكريه، فبالتالي هو بيقول لك لا انا هبدا ان انا احافظ على فلوسي، عشان زي ما بيقولوا كده بيع على طبول الحرب واشتري في الحرب نفسها. تمام. فبالتالي هم هيفضلوا يلعبوا لعبه سيب ونسيب، لان هم الاثنين عندهم تبادل اقتصادي فظيع وعندهم مصالح مشتركه اقتصاديه، ولكن احنا هنكون منطقه تصفيه الحسابات. اي هوب ان ده ما يحصلش في القريب، يعني الاسبوع الجاي اخباره ايه؟ بلاش تصفيه الحسابات دي والنبي يحصل كفايه كفايه حروب يعني فيما مضى، وكنا احنا برضو ضحيه. الاسبوع الجاي ان شاء الله ممكن ان احنا نشوف اداء ايجابي مع البدايه، زي ما قلت لك ان اختتام النهارده ده بيدل ان احنا
ممكن نشوف اداء ايجابي، ولكن الاداء الايجابي ده مش منتظرين ان هو يكون بالقوه الفظيعه، مش هيكون في ارتدادات قويه. ممكن مع بدايه الحد يكون الارتداد او نسبه الارتداد اسرع شويه، ولكن من بقيه الاسبوع لكن هيكون في اداء ايجابي، ممكن ان احنا نوصل لمناطق المقاومه مثلا نقرب تاني من اراوند ال 15400 15600. لو اخترقناها احنا بنرفع التارجت بتاعنا شويه، ممكن ان احنا كمان نروح لاراوند ال 16400، ولكن ده هيكون بعيد شويه، مش هنتكلم فيه، هو 1400 نقطه من هنا. فبالتالي هنكون متحفزين اكتر الاسبوع الجاي، لسه ما فيش مشتري بشكل قوي، والبياع مستعد ان هو يضغط الزينات في اي وقت. استاذه منى مصطفى خبير اسواق المال، شرفتينا النهارده في استوديو النيل، شكرا ليكي. ميرسي يا فندم. مشاهدينا، بدايه الاسبوع الاحد القادم بدايه التداول ولقاء جديد وتحليل جديد لعالم المال والاعمال والبورصه المصريه على شاشه النيل للاخبار، شكرا لكم.